الناقد طارق الشناوي ياسمين عبد العزيز أصرت على الطلاق والعواضي تمسك بها لآخر لحظة. إليكم التفاصيل. أكد الناقد الفني طارق الشناوي أنه أول من طلب بانفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العواضي فنيا بعد تقديم عملهما الأخير ضرب نار في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، ولكنه لم يتوقع أبدا حدوث الانفصال العائلي بينهما بعد كل مظاهر الحب المتبادل بينهما. وأشار إلى أن طريقة إعلان الطلاق وصيغته تؤكد أن ياسمين أصرت على حدوثه وإعلانه فورا، بينما تمسك بها أحمد العواضي لآخر لحظة. وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة المتابع للحكاية، يقول: إن كان في إصرار من ياسمين عبد العزيز على وقوع الطلاق وإعلانه فورا، وعلى الجانب الآخر أحمد العواضي كان يحاول إنه يتنهى عن هذا القرار أو حتى تأجيل للإعلان الرسمي عن الانفصال أملا في نجاح جهود المصالحة. وواصل طارق الشناوي قائلا: الدليل أن أحمد العواضي في يوم ميلاد زوجته ياسمين عبد العزيز كان غير متواجد، ولما بعث لها التهنئات كان ردها إعلان طلاق ووضع كلمات رسميا، وبعدها اضطر وهو أيضا أن يعلن على صفحته. وردا على سؤال من بسمة وهبة حول أسباب الطلاق ومدى دقة ما روجه البعض أن ياسمين غضبت من تجاهل العواضي ليوم ميلادها وانشغاله بالترويج لفيلمه الجديد الإسكندراني بينما هي جهزت له احتفال أسطوري في يوم ميلاده، قال طارق الشناوي: الحقيقة مصدرها الوحيد هو الثنائي ياسمين والعواضي، وطالما قرروا الصمت يبقى نحترم صمتهم وهما المرجعية. وأوضح واضح أن أحمد حتى اللحظة الأخيرة كان يحاول على الأقل يوقف الإعلان عن الطلاق لو حدث، وبعدها ممكن يرجعوا لبعض، لكن ياسمين استخدمت كلمات رسمي في إعلانها، وكلمة رسمي توضع بين قوسين. وشكك طارق الشناوي في صحة الأنباء حول وجود خلافات حادة بين ياسمين عبد العزيز والعواضي منذ فترة طويلة، ما دفع للغياب عن عرض الخاص لفيلمه الإسكندراني، وقال أنه لم يحاول الاستفسار منها حول أسباب الغياب، ولكن الأرجح أنها رفضت خطف الأضواء من نجوم العمل ولهذا فضلت الغياب. وأضاف: ممكن تكون ما راحتش العرض الخاص خوفا من ذهاب الأضواء إليها، خاصة وأنها نجمة كبيرة ولها مكانة خاصة. وفتح طارق الشناوي الباب أمام احتمالات عودة ياسمين عبد العزيز لعصمة أحمد العواضي قريبا، وقال كلمة ممكن تفتح الباب وواسعا أمام كل الاحتمالات، فلم يتصور أحد أن يتم الزواج بينهما من الأساس، وبعد كل هذا التظاهر بالحب لم يتوقع أحد الطلاق، وأيضا احتمالات العودة للحياة الزوجية واردة. وكانت أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن انفصالها بصورة رسمية عن زوجها الفنان أحمد العواضي، وذلك من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على الانستغرام، جاء كالتالي: تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير.